رمضان كريم على مشاهدين قناة زاكرس فضائية، رمضان كريم على زملائي داخل الاستديو. اليوم احنا متواجدين في وسط العاصمة بغداد في شارع المتنبي. هذا الشارع ملتقى للمثقفين وقراء الكتب، ويمتاز هذا الشارع بسياح الكثر والناس المتلقين. اليوم جو رمضاني 100%، صباح رمضاني جميل. خليكم ويانا ننتقل هسه لاحد الاشخاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وعلى أمة الإسلامية عيد علينا بالخير وبالبركة. شلون نشوف أجواء رمضان؟ والله أجواء رمضانية هي حلوة، أجواء رمضانية يعني واحد يصوم ويستغفر ربه. شلون حركة التبضع الشراء في الشارع؟ التبضع هو لازم يصير هدوء ركود، ماكو لا بيع ولا شرب رمضان، لأنه العالم صايمة ونايمة وقاعدة بالبيت، ما يعني ركود شوية، سوق واقف يعني. شكرا جزيلا. أنا أشكرك. ما زلنا مستمرين وياكم. هنا الأخ، السلام عليكم. يا عمرك. يا عمري. رمضان كريم. علينا وعليك. الله أكرم. شلون نشوف أجواء رمضان؟ والله الحمد لله، ماكو لا جوع لا عطش لا عطش، الحمد لله. ايش تشتغل؟ والله أنا أشتغل هنا أنا حمال. شايل كتاب بيدك. إي والله. خلنا نقرأ هذا الكتاب. الشاعر علي رشم. لأن أنا من معجبين علي رشم. تقرأ له؟ أقرأ له. شلون أجواء رمضان اليوم؟ والله الحمد لله والشكر، يعني أجواء دا نشوفها حلوة. شغلك شلون؟ والله عالي العال. الحمد لله. الحمد لله. مختلف عندك على؟ لا ما مختلف عندي أي شيء. بس أنا شني لأن مريض وصحتي ما تساعد، لأن ما قدرت أصوم هاي السنة. صحة وعافية إن شاء الله. رحمة الله على والدك. كيف رمضان جميلة؟ والله عدي ذكرني بوالدي بأهلي. والدك عايش؟ والله متوفي. الله يرحمه. أي والله. شنو الذكريات عندك؟ تذكرني كان يجيبني لهاي المنطقة وأنا صغير. فالذكريات يعني هذا شارع يعني الذكريات مت يعني قد ما أريد أقرأ لك عنها ما تنوصف. ربي يحفظك والله رزقك. يا حبيبي يا حبيبي خادم لك أنا. ما زلنا مستمرين وياكم في شارع المتنبي. ما زلنا مستمرين وياكم مشاهدينا. طبعا هواي ناس هنا تعبانه من الصيام، فيقول صعب اطلع قدام الكاميرا او يخجل او تعبان نوعا ما. ناخذ السلام عليكم. شلونك عمو؟ الو عمو. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. شلون اجواء رمضان وياك؟ والله خير من الله. خير من الله، ونشكر دولتنا اللي زيدت الحصه لنا. نشكر الرؤساء. شلون زيدوها الحصه؟ يعني المواد الغذائيه؟ اي زيدوها، احنا نشكر فضلهم. شلون السوق المتنبي اليوم؟ الشارع المتنبي. نعم. شلون الشارع المتنبي اليوم؟ اليوم شد اقول لك يعني على الصيام، لا على الناس، على الحياه، على الناس. الناس فرحانه، واحد كل واحد رمضان الكريم، واحد يقول للاخ. اكيد انت عندك ذكريات برمضان. ها ذكريات رمضان كانت عندنا المحيبس، نلعب محيبس، نجيب الصينيه مال البقلاوه. ها يعني يا هاي الغلوب ياكل الصينيه مال البقلاوه، هو روعه. ايه حلوه اللعبات برمضان، اسمع يا بات، فالشغلات حلوه كانت تجي برمضان. والتاخي يصير اكثر من عاد الايام. المحبه في رمضان تصير اكثر من الايام العاديه، صدقني. يعني شلون العيد من واحد يعيد الاخ بالضبط رمضان؟ هاي شغله ربانيه؟ من الله. شغله ربانيه من الله هذه. فقلت لك اكو شغلات برمضان كلش تصير حلوه. والعوائل لا تنسى، والناس تدز الناس. ما عين تنساها الصينية، جار يدز جاره لحد هسه موجودة. جيران كل من يدز جاره. هذا يدز له شكل، هذا يدز له شكل. وشوف التأخي برمضان ما يجي مثله بالأيام كلها. شكرا جزيلا. هلا بيك. فصديقي للعراق، غني يا طير ونادي فوق الشجر والوادي، غرز وزيد الألحان، أنشد باسم بلادي، بغداد صارت جنة، هل هل باسمها وغنى، هي مرادي على بغداد. هلا بك صديقي. أهلا. ما زلنا مستمرين. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيب قلبي. رمضان كريم. الله يسلمك يا حبيب قلبي. أنت أكيد هنا فد نمرة معروفة بالشارع المتنبي. أشكرك جدا. احنا نريد منك شعر على رمضان.
اشكرك جدا على هذا الاطراء. والله ما كاتب على رمضان. اكيد عندك ذكريات برمضان. اكيد اكيد. من كنا نلتمع الصينيه بما انه البارحه اول البارحه كان عيد الام، اكو مكان فارغ يبقى بالبيت. الله يرحمها. من نقعد على الصينيه مكان واحد خالي. فاقول شو وصف امي توقف كل الاوصاف؟ هي الوان كلها اتشفافي. تحملتي تعب ايام وسنين وتسعة اشهر ببطنش هذا كافي. الشتاء امي ابد ما تنام بالليل، تتحمل برد حتى انا دافي. يمه ويمه حبيبه ويمه، حتى شفافي تدغدغ قلبي من نحشف اسمك يا يمه. وروحي تتشيه من الملقه، وحتى صوتي غير النغمه. واحشف حب جاهل وامه، تيتو تاتي توها تعلمه. ومن تنصحني يمه تعلم، اتحلم شن بكاروك جويهل وارضع بيك الحلمه. انا ما اريد اشوف دموعك تنزل طبعا. الله يسلمك. غاليه وعزيز علينا. الله يسلمك. فانت ذكرتني، رجعتني لايام الخوالي. انا ذكرتك ان والدك كنت تقول على الصينيه. هاي طبعا أيها. شيء ما عادت رمضان. نعم. اكيد وكنا عندنا ذكريات. شنو الذكريات انت عندك طفوله بيها؟ انت واصدقائك. من نلعب دعبويل ونلعب شعاب، بلبل حاح شنطره بلبل، غميت الجيجو وعظيم اللاح والشطيط، هذا اللي نتذكره. ما جينا ما جينا برمضان. اي اكيد 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 ما جينا ما جينا. حل تشيس فنطينا تنطينا، لو ننطيكم البيت الخير نوديكم. ذبوا علينا ما بيت اهل الفقر. ربي يحفظك. ما زلنا مستمرين وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والسلام على الشعوب العربية والإسلامية وعليكم جميعا إن شاء الله. شو أجواء سلامتنا باليوم؟ والله اليوم الأول أكيد هاي كالمحتاد، يوم يكاد يكون فقير، لأن البارحة العائلة العراقية أكيد يعني من قسمة إلى نصفين. فناحية السحور والتهيئة والتسوق وغيرها من الأمور، لذلك شوفوا اليوم الشارع هادئ جدا ليس كالمحتاد، لكن ليلا أكيد الأمور تختلف اختلاف جذري. العائلة العراقية خصوصا خلال السنتين الأخيرتين بعد الإعمار والتطور اللي شهده الشارع اختلفت الأمور. العائلة العراقية تأتي إلى الشارع. عندك ذكريات برمضان اكيد خاصه بهذا الشارع. نعم اكيد اختلفت الامور كثيرا عن الشارع سابقا وحاليا. كنا سابقا على فطرتنا وبسبب الوضع العام اللي يمر به البلد كانت الامور تختلف. اليوم اختلفت، هناك تطور كما اصاب بالتطور كل مجالات الحياه. ايضا رمضان اختفت فيه الكثير من التقاليد. عندك ذكريات طفوله؟ الطفوله كانت هي اجمل ما فيها الإفطار أحياناً عند الجيران. كنا كعائلة واحدة، السطح واحد، البيت واحد، الدار واحد، لذلك التبادل. كنت أخذ الحلويات، أخذ ماعون طعام صغير أتبادل مع الجيران أنا والأصدقاء، حتى يعني علاقة حب نتيجة هذه الحالة حدثت. من اللعبة اللي تحب تلعبها قبل رمضان؟ والله كثيرة هي اللعبات، لكن السؤال وجواب كنت أنا مبدع به، ونجتمع مجموعة من الأصدقاء ونسأل في العلوم الثقافية والدينية والإسلامية والرياضية والتاريخية، والفائز يحصل على ربع دينار وكان عملتك كبيرة جدا، والخاسر يهرول والكل تركض وراء ورافعين اشياء، يعني نحاول نصيده. هل تشتاق لها الايام؟ طبعا اشياء جميله ما ممكن، انت مرتبط هذا تاريخك.
وهذه تقاليدك وعاداتك، فانت مرتبط بها وهذه واحنا اصبحنا جزء من عتها حقيقه. نختلف قبل عن هسه شنو تغير؟ والله يعني اشياء كثيره تغيرت بسبب الظروف وبسبب الوضع وبسبب التغير. نواجه من جديد؟ لا ما ممكن، احنا دائما للامام ان شاء الله وتطور، لكن محافظين على تقاليدنا ومعتقداتنا ان شاء الله. اشياء جميله دائما نزرعها باولادنا وبعوائلنا، نحاول نعلمهم الاشياء الجميله والحلوه من خلال رمضان، من خلال الموده والتوادي، التواصل مع الاهل، مع الاصدقاء، مع الاحبه. شكرا زين. شكرا لكم جميعا ان شاء الله. مثل ما سمعتوا ذكريات جميله واجواء رمضانيه جميله، وفي ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.